فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب هنا يقول باب ما جاء في الخلفاء، روى المصنف بسند صحيح بل هو سند متفق عليه بين البخاري ومسلم رضي الله عنك يا شريف، أحسن الله عليكم جميعا. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعدي 12 أميرا. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فسألت الذي يليني فقال كلهم من قريش، وهذا كما تكلمنا قبل ذلك في شرطية التقريش. شرطية التقريش أسيا بتقول ومصطفى المغرب تحييك من فضلك أدعو لزوجي ولأولادي زوجي مقصر صلاة الله يحفظه ويهديه ويهدي قلبنا ويهدي قلبه ويحفظنا ويحفظكم ويثبت الإيمان في قلوبنا وقلوبكم رضي الله عنكم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن أبي عن أبي بكر عن أبي موسى عن جابر بن عبد الأبن سمرة وقد روى من غير وجه عن جابر بن سمرة. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في قوله كله من قريش فيها اشتراط شروط الوجوب التقريش. التقريش معناه أن يكون من قريش لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش، فمن نزعهم فيها أكبه الله في النار ولا يبالي، أكبه الله في النار ولا يبالي. فالتقريش ليس شرط صحة، لكن التقريش شرط وجوب أن يكون من قريش. نعم أن يكون قرشي، شوف الخلافة في قريش أن يكون قرشي. وفي قولي يكون من بعد 12 وفي رواية مسلم أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. وفي رواية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. وفي رواية أيضا أخرى لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. وفي أخرى أيضا لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة. وفي حديث جابر بن سمرة قال لا يزال أمر أمتي صالحا، وأخرجه أبو داود من طريق الأسود من ابن سعيد عن جابر بن سمرة نحو ذلك. قال وزاد فيما فلما رجع إلى منزلي أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال يكون الهرج، الهرج عن القتل، ويكون الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه ما بطن. وأخرجه من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن أبيه بلفظ لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفا كلهم تجتمع عليهم الأمة أو تجتمع عليه الأمة، لا يعني لا اختلاف عليه طبعا، بالتأكيد منهم الأربعة، التأكيد الخلفاء الأربعة أصحاب الخلافة الراشدة أبو بكر عمر عثمان علي. نعم. والعلماء أشكلوا على الحديث بإشكالين. الإشكال الأول أنه قد ورد عدد في الأحاديث غير هذا العدد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة، الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، فجعل الخلافة في 30 سنة. وفي 30 سنة ما كان فيها 12، كان فيها 5 فقط، وهو أبو بكر بسنتين وشهور، عمر أعتقد 13 أو 11 شهور، عثمان 10 وشيء، وعلي بن أبي طالب 6 أعتقد، وبعد ذلك 6 أشهر كان الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء الخمسة الخلفاء الخمسة الراشدين وضموا معهم عمر بن عبد العزيز، يعني يكون السادس فقط. فقالوا الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا ثم خلافة على منهاج النبوة على ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن 30 سنة لم يكن فيها الخلفاء الأربعة وأيضا علي بن الحسن علي رضي الله عنه. والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من 12 العدد الذي جاء به الحديث. والحق الإجابة عن حديث سفينة أنهم 5 فقط، نقول حديث سفينة لا يخالف هذا الحديث أنه يكون من بعد 12 أميرا، لأنه قال خلافة على منهاج النبوة، لأن في الحديث أن النبي إيش قال؟ قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة. هذه في 5 الأربعة الخلفاء والحسن معهم 16، خلافة على منهاج النبوة ثم يكون الملك ملكا عضوضا ثم جبريا. نعم.
وأما في القول عن الثاني بأنه ولي أكثر من هذا العدد فإنه لم يقل لا يلي إلا 12، لكن قال يكونون بخير إن ولي 12. ولعل هؤلاء هم العدول في هذا الباب، ولعل هؤلاء هم العدول الذين جاءوا خلفاء لهذه الأمة. ورد في المئة الخامسة في الأندلس وحدها 6 أنفس كلهم يتسمى بالخلافة، ومعهم أيضا صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض ومن العلوية والخوارج. وقال ويعض هذا قول التأويل يعني في هذا الباب أنه لا يمنع الزيادة، يعني في حديث في مسلم ستكون خلفاء فأكثرون، لا يمنع الاثنى عشر هنا على عدالة الأمة، على استواء الأمة، على العدل في الأمة بهؤلاء. نعم. وهذا لا يمنع كثرة الخلفاء. وقد يقال اثنى عشر في مدة العزة، عزة الإسلام وإشراق ذلك، ومن العباسيين أيضا ما كانت العزة معه كهارون الرشيد عندما قال أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك. وقد يجتمع الاثنى عشر في عصر واحد، وقد يكونون متفرقين. وينتظم الكلام في هذا الباب، وهو يعني أن الاثنى عشر يجتمع الناس عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمع عليه الناس ما يختلفون عليهم، وأن خلافتهم خلافة راشدة وخلافة فيها العدل والقسط والإحسان للناس وانقياد الناس لبيعة من كان على هذه الشكلة. وهذا الأئمة الأربعة هم أئمتهم، الخلفاء الأربعة. وحتى أن وقع مسألة الخلاف مع علي ومعاوية، الأغلب نزلوا على علي رضي الله عنه وارضاه. فنقول بنو أمية أيضا اجتمعوا على الوليد وعلى أبناء الوليد، ثم سليمان، ثم يزيد، ثم هشام، وتخلى بينهما عمر بن عبد العزيز. وأيضا الخلافة العباسية استقام الأمر عندهم السفاح وبعده أخوه، نعم، أو العباس السفاح، ومدته ما كانت كبيرة. أخوه المنصور طالت مدته، وأيضا فيهم هارون الرشيد والمأمون والأمين. نعم. والعدد جاء في الكتاب عندما قال الله تعالى وبعثنا منهم 12 نقيبا. وآخر هؤلاء هو المهدي، آخر هؤلاء هو المهدي، يعني آخر هؤلاء الاثنى عشر إماما خليفة هو المهدي، المهدي هو آخرهم. نعم. هو أعدل الناس، ولذلك المهدي سيظهر معه بعدما امتلأت الدنيا ظلما وجورا، سيملأها قسطا وعدلا. وفي قول المصنف حديث حسن صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وقد روى من غير وجه عن جابر بن سمرة، روى مسلم صحيح حديث جابر من عدة طرق عن أبيه وعبيد الله ابن أبي أمية الطنافسي الحنفي، وقال إيادي مولاهم أبو الفضل اللحام الكوفي صدوق من السادسة كما قال الحافظ في التقريب، وعن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري الكوفي اسمه عمرو أو عامر. نعم. وفي قول المصنف وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن عمرو حديث ابن مسعود أخرجه أحمد والبزار بسند حسن أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة، فقال سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الطبراني مرفوعا إذا ملك 12 من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف. وقال الحافظ النقف ظهر لي أنه بفتح النون والقاف نقف، نعم، وكسر الهماء عن الدماغ، والنقاف وزن فعال منه، وكنا بذلك عن القتل والقتال، ولأنه جاء بعد ذلك. لا، المهدي ليس نبيا، هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة. نعم، والمهدي سيكون على منهاج النبوة، هذا صحيح، المهدي سيكون على منهاج النبوة. ولذلك قال وما بعد ذلك، قال الهرج، والهرج هو الفتن التي تأتي، وهذه فيها دلالة على أن هؤلاء الخلفاء هم من أعدل الناس، وسيسيرون بالأمة سيرا عدلا، يكون فيه الخير وينتشر فيه الخير كما يفعل المهدي آخرهم رضي الله عنه وأرضاه. الفوائد المستنبطة: الإخبار بالغيوب من علامات النبوة، مشاكلة الأمم، ولذلك من سار سير أحد أخذ حكمه، مراجعة المفضول للفاضل وسؤالهم
عن المسألة، سؤالهم عن المسألة في مسألة الاثنى عشر إماما. أي نعم، هو من سلالة الحسن، نسأل الله أن يحفظكم جميعا. الشيعة حرفوا وجعلوا من سلالة الحسين لأنهم غاضبون على الحسن. الله المستعان. لو في أسئلة سريعة تفضلوا، وإلا سنستأذنكم بعد الإفطار إن شاء الله نبدأ في العقيدة والسنن أيضا. حفظكم ربي وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.